إلينا من إسطنبول المحلل السياسي إسلام أوزكان. أهلا بك أستاذ إسلام. أهلا بكم سيد أوزكان. يعني ساعات قليلة تفصل تركيا عن مستقبل جديد في ظل منافسة شديدة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسيه في الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي تتحدث كثير من الجهات والمحللين أيضا جهات منظمات حقوقية ودولية عن نزاهة هذه الانتخابات. يعني هذه فيما يتعلق بمشكلة النزاهة، هذه كانت موجودة منذ فترة طويلة جدا في تركيا، نزاهة الانتخابات. لكن أول مرة الأحزاب المعارضة حاليا تولوا النزاهة، هذه يعني نزاهة الانتخابات، وكل يعني المسؤولين المهمين في أحزاب المعارضة هم وظفوا أناس موظفين الذين سوف يتولون الأمن ونزاهة الانتخابات في صناديق الاقتراع. لذلك على ما يبدو أن الحيلة والنصب يعني والتزوير في الانتخابات التي سيتم عقدها بكرة من الصعب جدا. يعني لذلك يعني أظن أن تركيا حاليا في منعطف تاريخي جدا، وسوف يكون مشاركة يعني نسبة المشاركة في الانتخابات عالية جدا. يعني أن شركات الاستطلاعات الرأي العام تقول أن نسبة المشاركة سوف تكون في حوالي 90% من الشعب التركي، وهذه نسبة كبيرة جدا. نعم. لذلك يعني أنا أعتبر أن هذه الانتخابات سوف تكون ديمقراطية، ولكن هذا لا يعني أن حزب العدالة والتنمية لن تقوم بأي حيلة أو نصب في الانتخابات أو التزوير في هذه الانتخابات. هناك احتمالات، وطبعا سوف يكون هناك مشاهدين ومراقبين من الاتحاد الأوروبي. تقريبا الاتحاد الأوروبي أعلن أن 32 شخص تم توظيفهم لمراقبة الانتخابات التركية، لمراقبة نزاهة الانتخابات التركية. ولكن هنا احتمال النصب والتزوير في الانتخابات التركية طبعا قد يكون في مناطق نائية، في مناطق قروية في تركيا، خاصة في شمال، عفوا في شرق، في المناطق الشرقية بتركيا. ولكن كل الأحزاب المعارضة حاليا وظفت محامين، وظفت مراقبين في صناديق الاقتراع. لذلك من الصعب جدا أن تكون هناك تزوير، أن يكون هناك تزوير في هذه الانتخابات. سيد أوزكان، قانون الانتخابات الجديد يعني الذي يسمح بإحصاء بطاقات الاقتراع الغير مختومة باعتبارها صحيحة، ألا يؤدي ذلك إلى حشو صناديق الاقتراع بمزيد من البطاقات، وبالتالي يؤدي هذا إلى تزوير في الانتخابات؟ قد يؤدي هذا إلى تزوير الانتخابات، ولكن طبعا هذا الأمر يعني فيها تشكيك وشبهة من قبل المسؤولين في الأحزاب المعارضة. ولكن طالما أن هؤلاء يعني أن المحامين والحقوقيين والقانونيين والمسؤولين يتم توظيفهم، وإذا هم يعني يكون أثناء تعداد الانتخابات يعني الأصوات يعني في صناديق الاقتراع، معناته أن من الصعب جدا حزب العدالة والتنمية يقوم بحيلة والنصب والتزوير في هذه الانتخابات. ولكن هذا الاحتمال موجود حتى الآن. طبعا المهم هو السؤال المهم، هل هذه الأصوات المزورة أو الحيل والنصب، يعني عملية الحيلة والنصب في الانتخابات، هل ستؤثر على نتائج الانتخابات أم لا؟ هذا هو السؤال المهم. نشوف يعني قبل تحقيق أو قبل عقد أو قبل بدء عملية التصويت، من الصعب جدا أن نقول شيئا واضحا ومؤكدا في هذا المجال. سيد أوزكان، يعني لماذا يسعى أردوغان دوما لإبعاد حزب الشعوب الديمقراطي عن البرلمان، وتجلى ذلك في كثير من خطاباته الانتخابية وأيضا وأبرزها في الفيديو المسرب حينما
كان يحث أعضاء حزبه إلى الحيلولة دون وصول حزب الشعوب إلى البرلمان. لأن أحزاب يعني عفوا أصوات الشعب الكردي أو أصوات الأكراد وأيضا موقع حزب الشعوب الديمقراطية استراتيجية جدا، يعني في حال تجاوز حزب الشعوب الديمقراطية العتبة الانتخابية هذا ستؤدي إلى خسارة حزب العدالة والتنمية وخسارة أردوغان. يعني في حال تجاوز حزب الشعوب الديمقراطية العتبة الانتخابية معناته سوف يخسر حزب العدالة والتنمية الأغلبية في البرلمان التركي لصالح الأحزاب المعارضة، وهذا سوف تؤدي أيضا إلى يعني إلى دفع أو إلى وضع أردوغان في وضع حرج جدا، في حتى لو فاز في الانتخابات الرئاسية معناته أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية لن يستطيع أن يحقق ما يهدفه من يعني مشاريع في البرلمان التركي. يعني سوف يجد أردوغان أحزاب معارضة متحالفة وقوية جدا، وسوف يكون هناك صمود والمقاومة من قبل هذه الأحزاب ضد مشاريع أردوغان وضد مشاريع حزب العدالة والتنمية. سيد أوزغان، في حال فاز سيد أردوغان في هذه الانتخابات في انتخابات الرئاسة وخسر حزبه الأغلبية البرلمانية، هل سيؤدي ذلك إلى صراع بين السلطة التشريعية والتنفيذية؟ يعني وبالتالي العودة وبالتالي يعني إعادة الانتخابات كما حدث عام 2015 بين الطرفين. هناك بعض الخبراء كانوا يقولون في يعني عفوا كان هناك بعض المسؤولين في حزب العدالة والتنمية هم أعلنوا أكثر من مرة في حال خسارة حزب العدالة والتنمية الأغلبية البرلمانية هذا قد يؤدي إلى تجديد الانتخابات أو إعلان انتخابات مبكرة مرة ثانية، يعني بعد مدة بعد 6 أشهر أو بعد سنة كما حدث عام 2015. أيوة صحيح، ولكن خبراء والقانونيين يقولون أن هذا شبه مستحيل، لأن في حال إلغاء أردوغان البرلمان يعني وفسخ البرلمان هذا سوف يؤدي إلى فسخ أردوغان نفسه الرئاسة نفسه، لذلك هذه مشكلة كبيرة جدا، ولن يترشح لن يستطيع أردوغان أن يترشح لمرة ثانية في الانتخابات الرئاسية، لذلك الخبراء يقولون أنه من المستحيل جدا أن يفسخ أردوغان ويلغي البرلمان الانتخابات البرلمانية أو البرلمان بعد خسارته الأغلبية البرلمانية. سيد أوزغان، بحسب قراءتك لوقائع الحملات الانتخابية، هل ستحسم الجولة الأولى الانتخابات أم ستكون هناك جولة ثانية؟ على حسب رأيي أن يعني واستطاعات الرأي العام الموثوقة بها تشير وتقول بأنه من الصعب جدا حصول أردوغان على الأغلبية في الانتخابات الرئاسية في الدولة الأولى. نعم. لذلك يعني من شبه المؤكد أن الانتخابات الانتخابات الرئاسية لن يتم حسم الرئيس، لذلك سوف يعني الشعب التركي سوف يحدد الرئيس القادم في الدورة الثانية في للانتخابات الرئاسية. نعم، إسلام أوزغان، كنت معنا من إسطنبول، المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.